زوجي بيحلف كتير بالطلاق، الطلاق في بقه زي اللبانة، زي سلام عليكم، سهل مش بيستصعبه، العملية عادي خالص، ايه المشكلة لما احلف بالطلاق؟ يعني علي الطلاق ما انت خارجة، علي الطلاق ما انت عامل، وممكن ده يتكرر في اليوم مرات ومرات بل عشرات المرات، مش في البيت بس، ده ممكن يبقى مع صاحبه مع زميله مع حد، علي الطلاق ما انت عامل، طلاق زوجتي تبقى طالق مني لو انت مش عارف عملت ايه. ما دخل الحياة الزوجية بحياتك العملية؟ ما دخل تلفظك بالطلاق بمشكلاتك أو بأي أزمة تمر بها أو بأي كلام تتفوه به؟ ما علاقة هذا بذاك؟ لماذا؟ لماذا تقحم حياتك وكأنك مصر على أنك تفشل الحياة، وكأنك مصر على أنه أنا مش مستقر في حياتي، وكأنك مصر على أنه يعني طالما بتحلف بالطلاق يعني ده ممكن يبقى مبرر أو إيه، يعني يدينا صورة إحنا وحاجة كده في الذهن أنك متضايق أو من حياتك وكاره زوجتك وناقم على حياتك الزوجية. ما هو ده ليه؟ لأن طالما أنت بتحلف بالطلاق وعمال ومتعصب لأنك أنت مش هتحلف بالطلاق دلوقتي، عصب أو وقت عصبية أو وقت تعصب أو وقت نرفز أو وقت غضب، فاللي هو ما دخل الطلاق؟ لماذا؟ لماذا؟ شوفوا يا جماعة، الأول علشان نتكلم على كثرة الحلف بالطلاق وكيف تناوله القرآن وتناولته السنة وتحدث عنه الفقهاء والعلماء، ثم يقع يمينه أم لا يقع، سواء حنث أو لم يحنث، إيه الموقف؟ نتكلم عن إيه؟ عن أصلاً اللي بيحلف كتير بغض النظر عن الطلاق. أنا هتكلم عموماً، واحد متعود والله، طب والله يا عم الحاج محدش طلب منك تحلف، إيه ده؟ هون عليك، هون عليك يا رجل، هوني عليك، في ناس طبعها كده، يبقى سهل الحلفان، سهل سهل يجيب لك أيمن هنا وأيمن هنا وأيمن هنا، ما تعرفش ويجيب أيمن غريبة، أيمن ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان، وده برضو يعني صعب إنك تلجأ إليه. ليه؟ لأنه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، يتحلف بالله تسكت، ومن حلف بغير الله فقد أشرك، حديث آخر. فأنا أحلف بالله، مش أحلف بحاجة تانية، ده أمر سيبك من ده خالص، أنا بتكلم في جزئية إن أنا بحلف بغض النظر عن طلاق أو غيره، أنا بحلف كتير والله، والله ثلاث أيمان بالله، أقسم بالله والله العظيم وحياة ربنا، ما عرفش أجيبه، حياة ربنا الذي قال لكم بأن لله حياة، ما ينفعش يعني، قولوا ربنا يعني، قولوا ربنا بلاش وحياة ربنا. يعني أنا أقصد من وحياة ربنا أنه من الذي قال لكم أن لله حياة، يعني هو الحي سبحانه وتعالى، توكل على الحي الذي لا يموت، لكن يعني ما تبقاش مقيدة أو يعني تصف الله سبحانه وتعالى، لما تحلف تحلف تقول وتقول وربنا خلاص. كثرة الحلف عموما ذمها القرآن الكريم، حتى كت العرب بيمتدح الإنسان الذي يقل من الحلف، تعرف كده العرب هم عندهمش حاجة خالص، يمتدحون الإنسان اللي هو ما بيحلفش كتير، ده حد هادي، حد رزين، حد عنده توازن، حد أنا والله بقول تصدقني، الطبيعي انك تثق فيا وتصدقني وتحسن الظن بيا، مش محتاج ان انا احلف. اصل الحلف خلي بالك، الحلف انت بتلجأ له امتى؟ الحلف انت بتلجأ له عند شك، عند اتهام، عند طلب الحلف. وعلى فكرة اليمين الذي يحلف اليمين يكون على نية المحلف او نية الذي طلب منه اليمين، مش يحلف على نيته. يعني انا مثلا ايه،
الألم والله ما خدته يعني ما خدتوش امبارح مثلا أو ما خدتوش من ساعة ما خدته في نيته، لا هو أنت بتحلف على نية من حلفك عشان ما تلعبش بس باليمين. واحد يقول لك احلف إنك ما خدت الألم خلاص. المهم يبقى القرآن الكريم ذم كثرة الحلف، قال ربنا واعتبر، خلي بالك اعتبر القرآن الكريم الذي يكثر الحليف، أنا ما جبتش دلوقتي سيرة الطلاق، أنا بتكلم عموما كثرة الحلف، عموما كثرة الحلف مالها مذمومة، وهي من صفات الكفار ومن صفات المنافقين حتى لو بتحلف بالله. قال تعالى ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. خلاص يبقى ربنا سبحانه وتعالى هنا وصف قال لك ان من صفات الكفار ان هم ايه، حتى بيقول لك ما تسمعش كل حلاف، ما هو ده كافر من الكفار او مشرك من المشركين خلاص كده. ولا تطع كل حلاف مهين. ومن صفات المنافقين قال ربنا اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، صفات المنافقون. وفي آية تانية يقول لك ويحلفون، سورة التوبة، ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. يبقى كثرة الحلف بشكل عام عشان تبقى عارف مذمومة. لو حد بيشوفني دلوقتي رجل أو امرأة، شاب أو فتاة، صغير أو كبير، أرجوك ما تبقاش متسرع في اليمين، أرجوكي ما تحلفش كتير، أرجوك لا تلجأ إلى اليمين إلا إذا طلب منك أو إلا عند الحاجة أو إلا إذا اتهمت، البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، مش على مال وعلى بطال كده شغال والله 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 طب والله طب والله طب ايه يا عم في ايه. هذا استهزاء بآيات الله، هذا استهزاء باليمين، فما تلجأش لليمين ولا تلجأ للحلف الا عند الحاجة او عند الضرورة او اذا يعني اضطررت لهذا، لكن كده شغال ايمان لا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تطع كل حلاف مهين ولا عن المنافقين اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ولذلك الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة حينما تحدث عن الأيمان يمين اللغو واليمين المنعقدة قال إيه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. واحفظوا أيمانكم، العلماء أو المفسرين قالوا عنها إيه؟ قال الرازي، قال الرازي فيه وجهان، الأول المراد قللوا الأيمان ولا تكثروا منها. تعمل إيه؟ تقلل الأيمان، يعني انت اصلا تحفظ يمينك، انت ما تحلفش كتير خلاص، لو بتحلف في اليوم عشرة ومتعود كل حاجة تحلف عليها لا، لازم تاخد من دلوقتي خطوة ان انا لا اقلل الحلفان. واحد يبقى معنى واحفظوا ايمانكم تقليل الايمان وعدم الاكثار منها، او اذا حلفتم احفظوا ايمانكم اذا حلفتم عن الحنث لئلا تحتاجوا الى التكفير، اللي هو حتى لو انت حلفت لا تحنث في يمينك، بمعنى والله ما نمكلم خلاص. يبقى لما تحلف حتى بيقول لك لما تحلف احلف على حاجة تقدر انك تبر بها او تبر بها ولا تحنث في يمينك فتحتاج انك تكفر عن يمينك خلاص. طيب ثم قال الرازي والحكمة في الامر بتقليل الايمان، خلي بالك ركز في الكلام ده، والحكمة في الأمر بتقليل الأيمان أن من حلف في كل قليل وكثير بالله، اللي متعود يحلف قليل ويكثر على كل حاجة، انطلق لسانه بذلك
ولا يبقى لليمين في قلبه وقع. يعني لو اتعود على ده هيصبح موضوع اليمين ده زي الكلام عادي خالص، يحلف ويحنث، يحلف ويكذب، مفيش مشكلة. فلا يؤمن إقدامه على اليمين الكاذبة، مرة في مرة في مرة هيحلف كذب، فيختل ما هو الغرض الأصلي في اليمين. وأيضا كلما كان الإنسان أكثر تعظيما لله كان أكمل في العبودية، ومن كمال التعظيم أن يكون ذكر الله أجل وأعلى عنده من أن يستشهد به في غرض من الأغراض الدنيوية. يبقى أنت لو بتجل ربنا وبتعظم ربنا سبحانه وتعالى ما تدخلوش في أي حاجة، ما تلجأش، لأنك أنت خلاص هتتعود على ده في القليل وفي الكتير، وحيبقى اليمين ملوش عندك يعني خطورة قوي لدرجة انك هتوصل انك تحلف كذب. ليه؟ خلاص انت تعودت على ده. انتبهنا لذلك. طيب يبقى انا دلوقتي اتكلمت عن الايمان عموما، ما تلجأش لكثرة الحلف، احفظوا ايمانكم اي قللوا الايمان ولا تكثروا منها، ولو حلفت بر بقسمك حتى لا تلجئ نفسك إلى التكفير، يعني تكفر عن يمينك، وخلي بالك ده من صفات الكفار ومن صفات المنافقين.